بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. الحديث الخامس: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوه لأي شيء صنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد إلى آخره. هذا الحديث أيضا في بيان ما يقرأ في الصلاة، وسبق معنا قراءة الفاتحة، وسبق معنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهرية وفي السرية في الظهر والعصر والفجر، كما مر معنا في الأحاديث السابقة. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا، قيل هو كلثوم بن زهدم وقيل كرز بن زهدم، وبعثه على سرية، سرية قطعة من الجيش، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم يختم بقل هو الله أحد، بمعنى أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أو ما تيسر، ويقرأ بعد ذلك بعد أن يفرغ مما قرأه من بعد سورة الفاتحة فيقرأ قل هو الله أحد، ويكرر ذلك في كل صلواته الجهرية. والذين معه وهو أميرهم طبعا، وكان في العادة أمير الجيش هو الإمام، وهو اللي يصلي وهو له الولاية، والولاية بنوعيها: الولاية الإدارية والولاية أيضا الدينية، فيكون غالبا هو أقرأهم وأقدمهم في الإمامة، فكان هو الذي يصلي بهم. لكنهم لفت نظرهم أنه يقرأ بعد كل سورة أو الآيات التي يقرأها بعد الفاتحة، يقرأ بعدها قل هو الله أحد. هذا كان محل استغراب من الجيش الذين معه والسرية الذين معه، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: هذا فيه دليل على أنه لا مانع أن ينقل للإمام أو لصاحب المسؤولية إن وجد خلل في المسؤول، وأن هذا ليس من الوشاية، ما دام أن هناك مصلحة
أنه ليس من المشايع أن تنقل للإمام أو نائبه أو صاحب الصلاحية إذا جرى شيء محل لفت نظر لك وترى أنه يعني محل إشكال أو محل فتنقله لصاحب الصلاحية طبعا بقصد الإصلاح وبقصد يعني فعلا قد تظن أنه محل استفسار أو محل استشكال فتنقله لمن فوقه وأن هذا ليس من النميمة ولا من الوشاية وإنما هذا نوع من المصلحة قد يكون في إنكار منكر أو نحو ذلك أو استشكال تزيله عن ما في نفسك وأنت لا تقصد الإساءة ولا تقصد إيقاع السوء بمن وقع منه ما وقع فمثل هذا قالوا لا مانع من النقل للمسؤول إذا وجد محل استشكال أو إشكال أو إنكار فتنقله ما دام أنه بقصد المصلحة وأنت بالفعل لا تقصد الوشاية ولا تقصد الأذية ولا الضرر فهذا لا مانع منه ومعلوم طبعا أن قضية قصد الضرر هذا قلبي قصد الضرر أو قصد الإيذاء أو المصلحة هذا بينك وبين ربك لكن على كل حال إذا كان فعلا هناك إشكال أو هناك إنكار أو هناك يعني محل يعني ترى أنه يحتاج إلى استفسار من فوقه فلا مانع أن تذكر وأن تنقل بهذه النية السليمة وبهذا القصد الحسن ولهذا هؤلاء لما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه يعني لماذا يفعل هذا وهذا أيضا يدل كذلك على نوع التحري الذي ينبغي أن يكون المسؤول حينما تنقل له مثل هذه الأمور وإن كانت بقصد الخير ومصلحة لكن أيضا لا يتعجل المسؤول لا يتعجل في الاستجابة والتجاوب مع ينقل وإنما عليه أن يتحرى وأن يسأل وأن يعني ينظر أحيانا شيء قد يكون محل إشكال وإنكار لكنه حينما تسأل صاحبه يكون له ما يسوغه إما أنه فعلا مسوغ حقيقي أو لأنه جهل منه أو اجتهاد في غير محله أو نحو ذلك المقصود أن المسؤول حينما تبلغه ما تبلغه من تحته يبغي يتحرى وألا يأخذ ما ينقل إليه قولا مسلما أو أمر مسلما ويباشر في اتخاذ الإجراءات لا إنما عليه أن يتحرى وأن ينظر حتى يكون على بينة وحتى أيضا يقع الشيء موقعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه يعني لماذا فعل هذا سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه لا شك أن هذا مقام عظيم وأولا هذه السورة عظيمة وسيأتي لها بعض الفوائد إن شاء الله هذه السورة عظيمة أشق قل هو الله أحد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن والإنسان ينبغي أن يقرأها وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كل ليلة قال وكيف نقرأه قال قل هو الله حتى تعدل ثلث القرآن فلو قرأتها ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله من حيث الثواب وهذا يدل على عظمها ولهذا هذا أمير السرية من فقهه وعلمه وديانته أيضا وحسن تدينه رأى أن هذه الآن سورة عظيمة ولهذا بعضهم يقول إنها نسب الرحمن وصفة الرحمن أربع آيات عجيبة وعظيمة كلها في توحيد الأسماء والصفات الله الأحد لم يلد والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وكلها تنزيه كلها تنزيه والأحد يعني الفرد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتعتمد عليه وترجع إليه لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى قيوم لم يكن له كفوا أحد ليس له مثيل ولا نظير
فهي تنزيه، هي من معاني ليس كمثله شيء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في صفاته فيه نفي وفي إثبات، في صفاته نفي وإثبات. نفي النقص، كل ما فيه نقص فالله منزه عنه، ولهذا لشيخ الإسلام كلمة جميلة وجامعة، أن النفي في حق الله عز وجل يأتي مجملا، بينما إثبات يأتي مفصلا، نفي مجمل وإثبات مفصل، بمعنى أن الله أن لا نقول إن الله ليس بأعور وإن الله ليس بكذا، لا، إنما نقول ليس كمثله شيء، منزه عن كل نقص، ولا نعدد النقائص، النقائص لا تعدد، تقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ليس بأعور ولا بأعرج ولا 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 ولا، حتى لا لا، هذا قالوا هذا ليس مدحا. لو تقول لملك ملوك الدنيا أنت لست بزبال ولست بكناس ولست وتأتي بجميع السلبيات وتنفيها عنه، هذا ليس مدحا. المتن تقول أنت منزه من كل عيب، كان كما قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء وكما جاء، بينما الإثبات في الجبيات السميع البصير العليم الحكيم الخبير العلي العظيم الجبار المتكبر إلى آخره، هذه إثبات. فالصفات الكاملة تثبت، أما السلبيات تنفى إجمالا. لم يكن له كفوا أحد، أحد صمد إثبات، الله أقول هو الله أحد، الله صمد إثبات. لم يجد له أيضا نفي الولد، لأنه هناك من قال جاء نص على نفي الولد، تعالى الله عز وجل لم يجد له، لأنه وجد من يدعي الولد لله ويقول الملائكة بنات الله إلى آخره، فنفى الله ذلك نفسا تفصيليا، لم تكن له صاحبة إلى آخره. المقصود أن هذه السورة عظيمة. أمر آخر وهو مهم يا إخواني، وهو ينبغي أن تتنبه له وتنظروا يعني أحوالكم مع كتاب الله عز وجل. ونحن الآن في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن وشهر القراءة، والمسلمون الحمد لله يعني عنايتهم بكتاب الله في هذا الشهر الكريم ظاهرة ولله الحمد، فيدل على أولا أن السور بعضها أفضل من بعض، أن السور بعضها أفضل من بعض، فتتفاضل السور، وجاءت طبعا لا نقل بالتفضيل إلا بما ورد فيه النص، وإلا القرآن كله فاضل، والقرآن كله عظيم، والقرآن كله كريم ومطهر، لكن جاء فصل لبعض الآيات وبعض السور، كان يقول الله أحد وآية الكرسي إلى آخره، وسورة البقرة الزهروان وآخر سورة البقرة وآخر سورة الحشر ونحو ذلك، سورة الملك سورة الدخان، جاء في بعض ما ثبت في أن في بعض فضائل السور، هذا يدل على أنها تتفاضل. هذا جانب. الجانب الثاني، وهذا هو اللي نحب إلى حد ما أن نقف عنده وأن تتأملوه وأيضا تتفقدوا أنفسكم فيه، وحري بأن يعني بالفعل تتفقدوا أنفسكم فيه، بل لعله إن شاء الله يفيد في التدبر ويفيد في حسن النظر في كتاب الله عز وجل، وهو أن الأعمال يكتب ثوابها ويزداد
بسبب ما يصاحبها من نية صالحة و أنتم تلاحظون أنفسكم حينما تقرؤون كتاب الله عز وجل أحيانا تستوقفكم بعض الآيات. وقوفكم هذا جميل، ووقوفكم هذا نوع من التدبر، وبه بإذن الله مع صلاح النية وصلاح القصد يزداد ثوابكم. أحيانا تمر عليك آية تبكي، بينما تمر مرة أخرى ما تبكي. فحاولوا أن تعملوا التدبر والتفكر والنظر المتعمق في كتاب العز وجل، وأن تقعوا الآيات التي تمرون بها وتستوقفكم قفوا عندها، أو تستبكيكم ابقوا عندها، يزال الثواب. هذا الرجل ماذا قال لما سألوه؟ قال إني أحب إنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها. بمعنى وهو يقرأ تأمل جلال الله عز وجل، وتأمل عظمته، وتأمل ما تحمله هذه السورة العظيمة من صفات الله التي جعلت هذا الصحابي الجليل يعني يستحضر جلال الله وعظمته. فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ. انظروا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذه عظيمة. طبعا يا أخواني الصحابة بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم مقامات خاصة بهم لمناسبات أو غيرها، مثلا الذين شهد لهم بالجنة، العشرة المبشرون كله قام في الجنة في الجنة في الجنة. فتبشير وهم الخلفاء الراشدون، طبعا العشرة معروفون، وفي مقدمة الخلفاء الراشدون كله في الجنة. قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد أو لمسلمين بجنة ولا نار، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. لكن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة. أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، علي في الجنة، عثمان في الجنة، وثابت بن قيس بن شماس في الجنة، وعكاشة بن محصن في الجنة. فالذين قال هم في الجنة في الجنة. هنا قال أخبروه أن الله يحبه. هذه بذلة عظيمة. علي رضي الله عنه لما دعاه لفتح خيبر وقال لا أعطي أن الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالصحابة في الليل باتوا يخوضون يدكون كلهم يرجو أن يرجع أن يعطى هذه المنزلة. قال لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحبه ويفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه والله ما تمنيت الولاية إلا ذاك اليوم، ما تمنيت الولاية إلا ذاك اليوم. لماذا؟ حتى يحظى بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه. فلما أصبحوا جاءوا فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إن يشكو عينيه. حتى بعض الشراق قال يعني كانهم يريدون بودهم أن يعني لعله يكون هذا عذر أنه يأخذ غيره. قالوا يعني يشكو عينيه، يعني كان قال مريض أو قد يكون يعني قد لا يقوم بالمهمة. فدعاه فبصق في عينه فبرأ، كان لا يكون بوجع، فأعطاه الراية وقال إلى خير. المهم أنه قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة
وهنا قال أخبروه أن الله يحب. فأنت حينما يفتح الله عليك وتقرأ القرآن بتدبر وتقف، كلنا يعني أحيانا تستوقف بعض الآيات ونقف عندها وكأننا لم نقرأ إلى اليوم، مع أن الإنسان قال المصحف يمكن أكثر من مرة تقرأونه تمر عليكم، لكن المرة هذه استوقفتكم. فإذا استوقفتكم قفوا وتأملوا، وإن استبكتهم فابكوا، ابكوا وتأملوا وتدبروا، هذا أمر عظيم وهذا تنالون به ثوابا عظيما. وبقدر ما ينزل الله عليكم من الفهم ومن حسن النية ومن القرب من الله عز وجل وشدة التعلق به، لأنك تعرف أن النفوس لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت أقبلوا، وإذا أدبرت التزموا بالواجب. فهذا الرجل حينما سألوه قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه قال إنها صفته الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، بمعنى أنه لها عنده منزلة عظيمة ويحب، ولهذا يعني يكررها لما امتلأ به قلبه منها واستحضاره لجلال الله وعظمته. المقصود أن هذا يعني باب لكم في طريقة في التدبر، وطريقة في يعني أن كما قال العلماء تعليقا على هذا الحديث، هذه عبارتهم، يقولون إن الأعمال يكتب ثوابها ويزداد بسبب ما يصاحبها من نية صالحة. فأنت حينما فعلا تفتح كتاب الله وتقرأ، ونحن الحمد لله في شهر القرآن، وتتدبر وتستوقفك بعض الآيات، قف عندها فيعظم ثوابك وترتفع درجاتك بإذن الله على قدر صدقك ونيتك وحسن يعني وقع كتاب الله عز وجل على قلبك. قلنا أيضا أن من فوائد الحديث أنه لا مانع من الوشاية، وليس وشاية، لا مانع من نقل الخطأ للمسؤول إذا ظن أنه خطأ، وقد له خطأ إذا ظن، فينقل المسؤول من أجل الاستفسار، والمسؤول لا يتعجل، وإنما ينظر، وطبعا هذا كله مع صلاح النية وحسن القصد، بما تنقل الخطأ الذي رأيته أو حتى الاستشكال الذي رأيته، قد لا يكون خطأ إنما لفت نظرك كان ملفت، فتنقله المسؤول بالنية الإصلاح وبالنية التنبيه، لا بنية الوشاية والنميمة والنيل من أخيك، هذا لا يجوز، وهذا غالبا يرتد عليك في نفسك وفي عملك وفي مستقبل حياتك، نسأل الله السلامة. المقصود أن هذا حديث عظيم، وخاصة فيما يتعلق بالتدبر، وأيضا ما يرجوه العبد من ثواب الله عز وجل، وشهادة لهذا الصحابي الجليل أن الله يحبه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الله يحبه، وهذا لا شك أنه مقام عظيم، وحينما يحبه بمعنى يحبه إلى أن يلقى الله ما يتغير. نعم. الحديث السادس عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا أيضا حديث عجيب وحديث عظيم، هذا فعلا ينبغي للأئمة أن يفقهوه وأن يأخذوا به، وهذا هو الأصل. يعني مر معنا أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالطوال في بعض الأحيان، قرأ بالأعراف وبالطور إلى آخره، لكن الأصل لا، الأصل هذا. وهذا ما تعلمون أن له قصة، وهو أن أقوى الرجل الصحابة بناضحين، يعني ببعيرين. الناضح هو البعير الذي يؤخذ في المزرعة لينقل الماء الذي في البئر يستقى به عن طريق الناضح، وهي الثانية. فأقبل بناضحين وقد جنح الليل، يعني غربت الشمس، دخل الليل، فوافق معاذا يصلي، فأوقف ناضحيه، هو انتهى من الزراعة وذهب إلى أقله إلى بيته وخرج من المزرعة، فأدرك معاذا وهو يصلي، فأوقف الناضحين وبرك البعيرين وبرك الناضح، فوافق مع معاذ يصلي، وأقبل إلى معاذ، فإذا معاذ يقرأ بسورة البقرة أو النساء كما تقول الرواية عن البخاري طبعا. فانطلق الرجل طبعا انطلق الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبمعنى انطلق بمعنى ما صلى، لا طويلة، الرجل مرهق مو متعب، مع النضوء أنه واضح يعني السواني كل النهار وهو يشتغل في المزرعة. وبلغه أن معاذا نال منه، طبعا معاذ إمام غضب، لماذا المأموم يقطع الصلاة؟ لماذا يقطع الصلاة؟ الرجل متعب ورأى أن الإمام البقرة طويلة. وهذا يا إخواني أيضا من الفقه، أنك إذا دخلت مع الإمام وأنت مشغول، أو الإمام قرأ طويل وأنت مشغول أو مريض، أو عندك مريض في بيتك، أو سمعت صوتا في بيتك، أنت من جيران المسجد مثلا وسمعت صوت أطفالك يصيحون يبكون، أو صوت نساء في البيت صار صوت يعني فعلا، فلك أن تفارق الإمام وتصلي وحدك وتذهب لتنظر في المشكلة، لا إشكال في هذا. لو أنك تصلي مع الإمام والإمام يقرأ سورة طويلة وأنت فعلا مشغول، أو سمعت ما أمر فعلا دعاك إلى أن لا تستطيع أن تكمل مع الإمام لأنه طويل، أو أنت مريض فعلا، أو طرأ عليك مرض، أصابك مغص أو صداع شديد أو نحو ذلك، لا مانع تقطع الصلاة، مو بتقطع تفارق الإمام، تكمل صلاتك خفيفة وتخرج. فهذا الرجل لما رأى معاذا قد أطال ترك الصلاة، فمعاذ نال منه بمعنى تكلم عليه، قال لماذا يعني، فبلغه أن معاذا نال منه، فبادر الرجل، ذهب الرجل نفسه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، قال يعني أنا ما أخطأت، معاذ أطال وأنا لا أطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان، أنت فاتن، كلام شديد يعني، ثلاث مرات، فلولا صليت بسبح ربك أنا إلى آخره، بمعنى أن الإمام إمام الجماعة أن يراعي المأمومين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، ماذا قال؟ قال فإنه يصلي وراءك الكبير، يعني كبير السن، والضعيف إما مريض أو هزيل أو فيه ضعف أو فيه نقص خلقة أو فيه إعاقة، وذو الحاجة، ذو الحاجة مشهور، عنده دكان، عنده محطة بنزين، عنده
كل هؤلاء ينبغي أن يراعون، أن يراعوا في 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 الإمام يراعي هؤلاء كلهم، فلا يقول له هذه عبادة هذا كلهم جفاة في، لا لا لا، ديننا دين الرحمة والرأفة ودين كمال، ودين يريد منك أن تأتي إلى العبادة وأنت مستجمع فكرك وعليك السكينة وعليك الهدوء وإلى حد ما متخلي عن شواغلك. فقال أفتان ثلاث مرات، أفتان يا معاذ. فلا ينبغي للإمام أن يوقع المأمومين في الفتنة، يعني يفتنهم في دينهم، يفتنهم في فن يجعله يعني قد يتكلم، قد يتطاول، قد يسب الدين، قد يسب الإمام، قد يسب الفرائض. هذا ما هو، هذا فعلا يوقعهم في هذا، وأخشى أن يكون هو شريك في الوزر. فلا ينبغي، لا ينبغي أبدا، يعني مراعاة الناس وأحوال الناس هذه يعني حق. وقلنا في جلسة الماضية كما تذكرون أن هذا مراعاة أحوال الناس لا تؤثر ولا تشوش على الإخلاص. ومثلا في قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن تفتتن أمه. هذا 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 هو الذي ينبغي في مراعاة أحوال الناس. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا فقال لولا فلولا، لولا هذه أداة حظ، أداة تحضير، يعني هلا يسمونها أداة حظ. فلولا صليت بسبح ربك الأعلى وشمس وضحاها والذي يغشى، بمعنى هذه هي، هذا هو الحد المتوسط في ما ينبغي أن يقرأه الإمام من أجل أن يراعي أحوال المؤمنين. وإلا أحيانا قد يطيل في بعض المرات، لكن لا تكون هذه عادته، وإلا قد يطيل، قد يكون إما مناسبة أو موسم أو رمضان أو نحو ذلك، أو يعني رأى في الناس نشاطا في بعض الأحيان، أو يعني من باب إعلامهم بالسنة ونحو ذلك، لكن لا يكون هذا ديدنه ولا عادته، إنما عادته التوسط والتخفيف. ولهذا قال فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف والحاجة. والغريب أن هذه الصفات الكبير والضعيف والحاجة موجودة في جميع المساجد، كل مساجدكم وكل ديار المسلمين، أي مسجد لابد فيه هذا كله، غالبا لابد فيه، ليس كلهم شباب وليس كلهم أصحاء وليس كلهم فاضيين، كل لابد شيبة ولا معاق أو ضعيف أو مريض أو مشغول، صاحب حاجة، صاحب دكان، صاحب رايح عنده مشوار، مسافر، كله مشغولين، ما لا يكاد يخلو مسجد إلا في كل الصفات الثلاث، الكبير والضعيف وذو الحاجة. ولهذا على الإمام أن يراعي هذا كله. ولا وحينما أحيانا قد يأتي بعض المؤمنين فعلا يقول لما يا طولت علينا، فلا ينبغي أن ينهره، أيوة أنت ما نشوفك تصلي معنا، كيف مصلي؟ صلى معك، كونك تقول ما صلي معنا أنت تنفره، ما مصلي. فإنه تقول له يعني قد تعتذر منه وقد تقول كذا وكذا، وتقول يعني أو حتى تقول له إن كنت مشغولا بإمكانك أن تفارق في الصلاة وتصلي نفسك وتذهب إلى عملك أو إلى ما أشغلك ونحو ذلك. المقصود أن هذا إن صح التعبير هو المعدل الذي ينبغي أن يسير عليه الأئمة في صلواتهم، وكلما خففوا مع استكمال الأركان هو أولى، كلما خففوا أولى، يحبب المسلمين العبادة ويحببهم للصلاة ويحببهم لنفسه ويحببهم للجماعة ويحببهم أن تأتلف قلوبهم
لا أن لا لا أن يكون فيه نفرة أو فيه نوع من الجفاء أو نوع من يحدث بينهم بعض الفجوات نتيجة مثل هذه الأمور التي قد تحدث نوعا من الشقاق. فإن فيهم فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.